المشاعر هذا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر سيدي حسين سيدي حسين مشاعر هذا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر سيدي حسين سيدي حسين مشاعر هذا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر اهلا بكم، هذا برنامجكم 90 دقيقة من قناة المحور وانا معكم محمد الباز. لم تكن نهايته درامية بما يكفي، كانت اقل وطأة مما توقعت وتوقع كثيرون. علي عبد الله صالح، الرجل الذي قال يوما ان من يحكم اليمن يجب ان يجيد السير على رؤوس الافاعي، اليوم كتب القدر كلمة النهاية في حياته. هي النهاية الأخيرة إذن، حاول القدر أن يكتب له أكثر من نهاية لكنه كان يتراجع في اللحظة الأخيرة. لا تعتقدوا أن اليمن بنهاية علي عبد الله صالح عاد لسابق عهده وأنه سيكون سعيدا، لقد نزل الشقاء إلى أرض اليمن ولن يغادره قريبا. للأسف الشديد هي دي الحالة. النهاردة قتل علي عبد الله صالح الرئيس اليمني المخلوع. وخلينا نرتب المسألة لحضراتكم لأنه ما يحدث في اليمن ليس بعيدا أبدا عما كان يراد أن يحدث هنا في مصر. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه موسم الثورات أو الانتفاضات أو المؤامرات اللي كانت يعني بتطل برأسها على المنطقة العربية كانت تريد أن يحدث في كل الدول العربية وعلى رأسها مصر هذه الفوضى وهذا الاقتتال وهذا الصراع طول الوقت. علي عبد الله صالح رجل ليس شريفا بما يكفي. هو رجل براجماتي من الدرجة الأولى، يحكم اليمن يمكن كان يحكم اليمن لأكثر من 40 سنة. وتم خلعه في سنة 2012. بعد انتوا عارفين عدوى تونس، بعد تونس مصر، بعدين سوريا، وبعدين في اليمن، وانتفضت الشعوب وطلبت بخلع علي عبد الله صالح. علي عبد الله صالح سخر ايامها وقال هم الشعب اليمني بيطالب بانه انا تنحى، هم فاكريني عبيط زي حسني مبارك ولا ايه؟ حاجه كده يعني. اتخلع علي عبد الله صالح في 2012، لكن اليمن وضعه معقد شوية، يعني الوضع فيه قبائل وفيه عائلات كبيرة وفيه اتجاهات بتتنازعه بشكل كبير جدا. كان حليفا للخليج وللسعودية. 2014 لما سيطر الحوثيين على اليمن تحول علي عبد الله صالح نفسه إلى حليف للحوثيين ضد الخليج وضد السعودية وضد العرب يعني بشكل عام. وهو الذي وفر الغطاء السياسي والاجتماعي والعسكري للحوثيين الذين كانوا يسيطرون على اليمن. من 72 ساعة فقط طلع علي عبد الله صالح الذي يغير تحالفاته كما يغير أحذيته ليعلن أنه ضد الحوثيين ويعلن عملية صنعاء العروبة لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون في اليمن مرة أخرى إلى الشعب اليمني، ولا يتحدث بقى عن الحرية وكلام ده. هنا اذا رجل ده هذا رجل حليف متعدد الاوجه، لانه هو يسير طبقا لمصلحته. وعلي عبد الله صالح ده كان صاحب الكلمه الشهيره بعد صدام حسين ما القي القبض عليه، والمشهد الشهير لو حضراتكم تفتكروا لما طلع صدام حسين وفي جندي امريكي بيفحص سنانه بكشاف وبعدين حلقوا لصدام حسين دقنه، فكان علي عبد الله صالح صاحب الصيحة الشهيرة، قال لك لابد أن يحلق كل زعماء العرب بأنفسهم قبل أن تحلق لهم أمريكا. هو رجل يعرف من أين تؤكل الكتف. المقتل علي عبد الله صالح هنا النهاردة هو ليس أكتر من مقتل حليف لا يستقر على بر.
صحيح كان هيبقى فيه مكاسب، يعني الاستقبال في السعودية وفي دول الخليج وفي القوات التحالف ضد الحوثيين كان استقبال ما فعلوا خلال ال 72 ساعة اللي فاتوا، وكان استقبال كويس جدا لأنه هم شايفين أنه يعني انقلاب علي عبد الله صالح على الحوثيين يمكن أن يصب في مصلحة قوات التحالف في النهاية، خاصة أنه الحوثيين المدعومين من إيران أو هم يد إيران في اليمن المعركة بالأساس معه، مش مع مجموعة بس الحوثيين. طبيعي حضراتكم تابعتوا تضارب الآراء ووجهات النظر في كيف تم اغتياله، يعني الراجل خارج تم استهدافه من القوات الحوثية، هناك من يقول انه تم استهداف سيارته او موكبه بالار بي جي وانه مات، وهناك من يقول انه تم ايقافه بعد مهاجمة الموكب بتاعه وانه تم اغتياله وضربه بالرصاص، يعني هم اعدموه بالرصاص. طيب ايه اللي هيحصل في اليمن؟ هل باغتيال هذا الرجل واختفائه عن الساحة، والحقيقة ان هو لسابق اعماله يعني لا يستدر عطف خالص، المسألة النهاردة كلها سياسة، يعني كلها سياسة لا مكان فيها للإنسانية، يمكن ان تدين هذا المشهد، يعني المشهد اللي حصل بتاع الاغتيال اللي بيفكرك بالظبط بمشهد اغتيال القذافي يمكن ان تدينه من الناحية الإنسانية، ولكن يعني زي ما بيقولوا كده ايه، يعني كل حي جاي يشهد على مكتوبه، ده المكتوب بتاعه ما اقترفت يداه، وكتير بقى من اللي عمله هو وغيره لما بيبقى ده مشهد النهاية ما بتستغربوش. لكن ببساطة شديدة جدا اصبح علي عبد الله صالح الان ماضيا، خلاص بقى ماضي.